غير التصميم والديزاين والماتيريال ده صناعه مصر، يعني ده شغل مصانعنا. الماتيريال ده كله اخشاب طبيعيه. انتوا كله مصانعكم صح؟ كله مصانعنا يعني دي كلها اخشاب طبيعيه. هنحاول ندخل بقى الماتيريال والصناعه بتاع دمياط والخامات بتاع دمياط مع التصميم والفينش اللي يتواكب مع التوائي السوق المحلي او العالمي. والله العظيم ولا اوروبا ما شاء الله يعني. بس انا اول مره اشوف حد عنده المطابخ بالصالونات بالسفره بكل حاجه. كل المفرشات احنا هنا يعتبر مول متكامل. هنا يعتبر مول متكامل للمشرب كله. بس احنا متخطين بس اتجاه المدرج. لا انا عاجبني قوي موضوع الالوان، تغيير الالوان الكراسي حلو قوي. الالوان برضو فيها تناغم مع بعض. امال العريس ما بيختارش ولا ايه؟ العريس بيحاسب. العريس بيحاسب. الحمد لله. اشترى يعني. انا سيف زاهر. زاهر؟ والله. ايه ده؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. هي العروس اختك ولا ايه؟ بص احنا مثبتين العريس ما تقلقش، هخلصت لك المصلحه دي. يعني في قرص ورا ده عشان الاكسسوارات. حلو قوي ده. ده عشان الامان كمان. اكتر حاجه بسطاني بصراحه ان كل الحاجات دي من عندكم دمياط. ودمياط بلدنا. فبالنسبه لنا حاجه كبيره، بس ان انا اجي الاقي ديزاين بالحلاوه دي، يعني حاجات ديزاين حاجات زي اوروبا. انا السفره دي عجباني جدا، هي ديزاين حاجات شيك جدا وحاجات ستايل جدا. يعني احنا دايما كان عندنا حتى في دمياط حاجات خامات كويسه قوي، بس المشكله ان انت تفنش بذوق كويس. الجيل الجديد كله في دمياط الحمد لله الوقت اللي احنا بنحاول نطوره. لا اللي انا شفته النهارده حاجه اوروبا يعني. الحمد لله. يعني بصراحه حاجه الناس تفتخر بيها ان احنا عندنا حاجه زي كده. شرفت بيك والله، حاجه رائعه وان شاء الله يا رب يعني من نجاح لنجاح كده. شكرا لكل المشاهير اللي اختارونا عشان حلمهم يكمل بينا، لذلك فخورين باننا الاختيار الاول والوحيد لمشاهير وفنانين المجتمع في مصر. ارت هاوس، حلمك هيكمل.